لم يبقى علينا إلا رسم الخطوط التي اتفقنا عليها. أنت داهية يا لويس. شكرا على هذا الإطراء. لا شكر على واجب. لم يستطع أجدادنا هزيمة هؤلاء المسلمين في الحروب الصليبية إلا عندما تفرقوا وتنازعوا الملك، واليوم ماذا سنفعل؟ سنفرقهم ونصنع لهم عروشا وهمية يتقاتلون عليها. فكرة التقسيم مذهلة، يجب أن نبلغ الجنرال غورو بالخطة فورا. إنه من أحفاد الصليبيين يا عزيزي. انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918. أجبرت القوات العثمانية على مغادرة سوريا. كانت القوات العربية التابعة لوالي الحجاز الشريف حسين متحالفة مع الإنجليز في المنطقة العربية بقيادة أبنائه فيصل وعبد الله. أعلن فيصل بن الحسين ملكا على سوريا في أكتوبر 1918 ميلادية. انقلبت فرنسا وبريطانيا على الاتفاق مع الشريف حسين، ونفذوا اتفاقهم الشهير سايكس بيكو. بعد عامين من حكم فيصل لسوريا، جاء الجنرال غورو بجيش فرنسي ضخم. وقعت سوريا تحت الاحتلال 26 عاما ذاقت فيها ويلات الاحتلال وألاعيبه الخبيثة. صرح جورج لاذقاني أحد الماسونيين السوريين الشهيرين أن الماسونيين الدمشقيين هم من أعلن استقلال سوريا عن الدولة العثمانية أولا، ثم عن الانتداب الفرنسي ثانية. معظم سياسيي سوريا في النصف الأول من القرن العشرين كانوا أعضاء في الماسونية، بعضهم محسوب على فرنسا وآخرون على إنجلترا وغيرهم مستقل ضمن الكتلة الوطنية. 5 من أصل 6 وزراء في حكومة فيصل كانوا ماسونيين، وجميع أعضاء حكومة الرئيس صبحي بركات عام 1924 كانوا ماسونيين كذلك. من أبرز أعضاء المحفل الماسوني نور دمشق الطبيب عبد الرحمن الشهبندر ورئيس وزراء سوريا اللاحق فارس الخوري. استمر حضور الماسونيين في السياسة السورية علناً حتى صدور قرار تجريم الماسونية وإغلاق محافلها عام 1965 ليتغير شكل سوريا بعدها بشكل كبير. خلال السنة الأولى من الاحتلال الفرنسي، أعلن الجنرال غورو تقسيم سوريا إلى عدة دويلات: دولة حلب ودولة دمشق ودولة الدروز ودولة العلويين ودولة جبل لبنان. فشلت التقسيمات لكثرة التكاليف وبسبب رفض ممثلي الأقاليم هذا الانفصال. استمرت دولتا العلويين والدروز مستقلتين حتى اتخذت فرنسا قرارا بضمهما للدولة السورية عام 1936. حرصت فرنسا على تأسيس جيش سوري يغلب عليه العنصر الطائفي باسم جيش المشرق، جندت فيه أعدادا كبيرة من الدروز والعلويين والمسيحيين والقليل من العرب السنة، وشكلت فرقا خاصة للإسماعيلية والأكراد والشركس. استقلت سوريا عام 1946 عن فرنسا، لكن الحالة الطائفية لم تذهب معها. بقيت التركيبة الفرنسية للجيش كما هي. بدأ شباب العلويين بالانضمام إلى حزب البعث وقوات الجيش، وبدأوا الصعود السريع إلى السلطة. حاز أبناء الأقليات أهم المناصب القيادية في الجيش السوري منذ عام 1953 وحتى انقلاب حزب البعث عام 1963. في الثامن من آذار من هذه السنة قام تنظيم من الضباط البعثيين في الجيش بانقلاب عسكري بقيادة اللواء محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد وأحمد المير وعبد الكريم الجندي. سيطر التنظيم على الدولة كلها حتى نشاطات الأندية الرياضية والاجتماعية. نسبة العلويين في الجيش السوري وصلت إلى 80% من الضباط قبل عام 1970. سرح التنظيم بقيادة صلاح جديد وحافظ الأسد معظم الضباط السنة الأقوياء في الجيش. وفي عام 1965 اتهم الرئيس أمين الحافظ رئيس الأركان صلاح جديد بأنه يصفي أبناء السنة في الجيش ويبني كتلة علوية داخله. ما هي إلا أيام
حتى انقلب صلاح جديد وحافظ الأسد عام 1966 على أمين الحافظ الذي سجن ثم نفي إلى خارج البلاد عام 1967. ترقى حافظ الأسد من قائد لسلاح الطيران إلى وزير للدفاع، وسرعان ما ظهرت الخلافات بين الرجلين. سيطر حافظ الأسد على الجهاز العسكري، وفي عام 1969 نفذ انقلابه على صلاح جديد الذي سجن حتى الموت. وفي عام 1971 أعلن نفسه أول رئيس علوي للجمهورية السورية، وهكذا بدأ فصل جديد في تاريخ سوريا يكون فيه الاستبداد والطائفية وتوريث السلطة في أولاد حافظ الأسد هو القول الفصل. برزت جماعة الإخوان المسلمين منتصف السبعينيات قوة سياسية كبيرة. عام 1979 دخلت سوريا مرحلة من المجازر الدموية استمرت 5 سنوات تقريبا، كانت النقطة الفاصلة فيها حصار الجيش لمدينة حماتة وتدميرها ومقتل نحو 40,000 شخص على الأقل. عام 2000 توفي حافظ وعدل الدستور ليوافق تعيين ابنه بشار الأسد. ظهرت بعض المنتديات والدعوات لفرض القانون وإنشاء إعلام حر، لكن لم تدم تلك الحال طويلة. قمع الأسد الابن تلك التحركات واعتقل قادتها وزجهم في السجون بتهمة مخالفة الدستور. عادت سوريا إلى سابق عهدها بلدا محكوما بالاستبداد والخوف والطائفية. عام 2011 اندلعت ثورة السوريين ضد بشار. بدأ الحراك السلمية، ومع عنف النظام السوري والقتل المستمر تحولت الاحتجاجات إلى ثورة مسلحة، وانضمت روسيا وإيران لدعم بشار ضد الشعب. أصبحت سوريا بلداً مدمراً فقيراً، وشرد معظم أهلها في بلاد الشتات. وبالرغم من كل ذلك بقي بشار رئيساً للبلاد حتى الآن، ومهما طال ليل الظلم لابد أن ينجلي بفجر الحق والعدل، وأن ينعم السوريون بالأمن والأمان بعد كل هذه التضحيات، وما ذلك على الله بعزيز.